السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا الفيديو اختبار للرخصة المهنية. هذا الاختبار من إعداد الأستاذ مخلد الروقي. أي الأطراف التالية يقع عليه المسؤولية المباشرة في جهود النمو المهني للمعلم؟ قائد المدرسة، المشرف التربوي، إدارة التعليم، المعلم نفسه. طبعا البداية بتكون من المعلم نفسه، بعد ذلك تبدأ المشرف التربوي وقائد المدرسة وإدارة التعليم، لكن المسؤولية الأساسية على المعلم نفسه. من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي تهدف إلى إكساب المعلم مهارات التعليم الذاتي: التعلم المصغر، القراءة الموجهة، الدروس التطبيقية، الاجتماعات الدورية. أكيد طبعا القراءة الموجهة. من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي تهدف إلى إكساب المعلم مهارات التعلم النظرية: تبادل الزيارات، هذا ليس التعلم النظرية، البحث في الإنترنت، المحاضرات التربوية، القراءة الموجهة، المحاضرات التربوية. أي مما يأتي من طرق التقويم الذاتي للمعلم: الزيارات الصفية، البحوث الإجرائية، الدروس النموذجية، الاستفادة من الكتب والمراجع. الاستفادة من الكتب والمراجع من طرق التقويم الذاتي للمعلم. قدرة المعلم على التخطيط وتحديد أهداف مهنية يسعى إلى تحقيقها تمكنه من تقدير الأداء، النمو المهني، التميز المهني، تشخيص الأداء، النمو المهني. من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي تهدف إلى اكتساب المعلم مهارات التعلم الذاتية: القراءة الموجهة، اجتماعات، دورات تدريبية، تبادل زيارات، القراءة الموجهة. حضور المعلم، دورة تدريبية في تخطيط الدروس ودورة في ضبط الصف، هذا يدل على سعي في التطوير المهني في مجال ثقافة عامة، مهارات عامة، مهارات مهنية، احترام مسؤولية، احترام مسؤولين، مهارات مهنية. المعلم خالد لا يستطيع ضبط الصف أو الفصل، وقد حضر لديه المشرف التربوي ولاحظ ذلك الأكثر من مرة. الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعلم هو أخذ دورة مدتها أسبوع على الإدارة الصف عن الإدارة الصفية، أخذ دبلوم تربوي مكثف، طبعا الدبلوم التربوي هذا يستغرق وقتا طويلا، الحضور للزملاء ذو الخبرة في المدرسة، قراءة كتب عن الإدارة الصفية، أقرب اثنين طبعا معنا، أخذ دورة مدتها أسبوع عن الإدارة الصفية والحضور للزملاء ذو الخبرة في المدرسة. ولكن الإجابة الصحيحة هنا أخذ دورة مدتها أسبوع عن الإدارة الصفية. لاحظت المعلمة زينب قصورا في إعداد ملف الإنجاز، ثم دخلت النت وكتبت في محرك البحث جوجل مكونات ملف إنجاز المعلمة، لذلك استخدمت المعلمة أسلوب التنمية المهنية النظرية، التنمية المهنية الذاتية، التنمية المهنية التدريبية، هذا اعتماد على النفس والذات، تنمية مهنية ذاتية. قال أحد المشرفين التربويين للمعلم بعد زيارته الإشرافية: تحتاج إلى النمو المهني. فرد عليه المعلم قائلا: ماذا أعمل؟ قال: عليك حث الطلاب على التعليم المستمر، الاستعانة بقائد المدرسة، تكوين علاقات جيدة مع المعلمين، التعلم المستمر وحضور الدورات التدريبية، هو هذا النمو المهني. من أساليب التنمية المهنية للمعلم والتي تهدف إلى إكساب المعلم مهارات التعلم النظرية: تبادل الزيارات، بحث في الإنترنت، محاضرات تربوية، قراءة موجهة، محاضرات تربوية. مؤسس ورائد النظرية الكلاسيكية السلوكية هو واتسون، بافلوف، سيكنر، سورندايك، واتسون. نظرية الاشتراط الكلاسيكي هي نظرية العالم، واتسون، بافلوف، سيكنر، سورندايك، بافلوف. العالم الذي يرى أن الطالب يتعلم صدفة بالمحاولة الخطأ هو سورندايك.
نظرية التعلم الإجرائي الشرطي هي نظرية العالم سيكنر. النظرية التي ترى أن عقل الطالب عبارة عن صندوق هي النظرية السلوكية. النظرية التي يعتمد عليها تعليمنا قديما هي النظرية السلوكية. رائد النظرية الكلاسيكية ومؤسسها هو واتسون. نظرية الاشتراط الكلاسيكي للعالم بافلوف. نظرية المحاولة الخطأ وضع العالم ثورندايك. نظرية التعلم الإجرائي الشرطي للعالم سيكنر. صاحب قانون الأثر هو العالم ثورندايك. في النظرية الإجرائية للعالم سيكنر، المثير قبل الاستجابة، المثير بعد الاستجابة، المثير مع الاستجابة، لا يوجد مثير، المثير بعد الاستجابة. في النظرية الشرطية الكلاسيكية لعالم بافلوف، المثير قبل الاستجابة. النظرية التي ترى عقل الطالب صندوق أو صفحة بيضاء هي النظرية الكلاسيكية. إضافة درجة للطالب بسبب حل الواجب، تعزيز إيجابي سلبي، عقاب إيجابي عقاب سلبي، تعزيز إيجابي. أزال المعلم إنذار سابق وخصم درجة سابقة عن الطالب بسبب المشاركة، هذا تعزيز سلبي. أزال المعلم إنذار سابق وخصم درجة سابقة عن الطالب بسبب المشاركة، إذن هو تعزيز ولكنه تعزيز سلبي، بأنه أزال الشيء السيء بالنسبة للطالب. كتابة الدرس 3 مرات بسبب التأخر عن الحصة، تعزيز إيجابي تعزيز سلبي، هذا ليس تعزيز أصلا، هذا عقاب، عقاب إيجابي وعقاب سلبي، هنا عقاب إيجابي. حرمان الطالب من حصة البدنية أنه لم يحل الواجب، هذا عقاب ولكنه عقاب سلبي، لأنه حرمه من الشيء الذي يحبه. طريقة من طرق التعلم الذاتي يتعاون فيها المتعلم مع البرنامج التعليمي ويتبع مسارا خطيا واحدا، البرمجة الخطية. يتجاهل المعلم الطالب الذي يرفع صوته أثناء المشاركة ويسأل زملائه الباقين. بهذا التصرف المعلم يعمل لسلوك الطالب، تعزيز عقاب انطفاء ثواب انطفاء. إذا تكررت استجابات المعلم ولكن المعلم لم يأتي بالتعزيز مباشرة، يحدث تشجيع تعزيز تحفيز انطفاء انطفاء أيضا. إذا صاحب الطالب ارتياح يقوي تعلمه، وإذا شعر بعدم ارتياح يقل تعلمه، هذا هو قانون الأثر. نظرية العالم سيكنر التي تركز على التعزيز شرطية إجرائية، محاولة خطأ بنائية إجرائية. نظرية اهتمت بفهم الطالب وتحريك العمليات العقلية عنده، سلوكية اجتماعية معرفية كلاسيكية معرفية. نظرية ترى أن لكل طالب خبرات معرفية سابقة وتضاف لها الخبرات الجديدة، التعلم ذو المعنى. النظرية التي تعتمد على الإدراك الكلي للموقف، نظرية الاستبصار. منهج يتدرج من السهل للصعب ومن البسيط للمركب ومن المحسوس للمجرد، المنهج الحلزوني. صاحب نظرية خرائط المفاهيم هو العالم أوزيل. التعلم ذو المعنى هو التعلم إتقاني استكشافي إدراكي تقليدي، التعلم الإتقاني. تعتمد نظرية الجيشتالت على الإدراك الكلي للموقف. عرض المادة العلمية على صورة أسئلة ومواقف تعليمية تثير في المتعلم البحث والتجريب هو ما يسمى عند برونر بالتعلم الاستكشافي. ترى أن الطالب يبني المعرفة بنفسه، النظرية البنائية. مؤسس النظرية البنائية هو العالم جان بياجي. مدرسة ترى أن التعلم يتمركز حول الطالب وهو محور العملية التعليمية، النظرية البنائية. منهج أو مؤسس منهج النشاط، مؤسس منهج النشاط هو العالم جون ديوي.
أتمنى في النهاية جميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.